وما زلنا في تطورات الشأن اللبناني، حيث أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري تقديم تشكيل جديد بالحكومة للرئيس اللبناني ميشيل عون، تضم 24 وزيرا من الاختصاصيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحريري عقب لقائه بالرئيس اللبناني بقصر الرئاسة بعبدة لتقديم تشكيلة الحكومة. حكومة من 24 من الأخصائيين حسب المبادرة الفرنسية، وحسب كمان مبادرة الرئيس بري بهالفحوى. وبالنسبة لإلي يعني هذه الحكومة هي تقدر تقوم بالبلد وتقدر تبلش تشتغل جديا على وقف الانهيار، وتمنيت جواب من فخامة الرئيس غدا لحتى نبني على الأمر مقتضى. بالنسبة لإلي صلنا 8 أشهر ولا فتنا بالشهر التاسع عم نحاول نشكل حكومة، وهلأ وقت الحقيقة.